Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors on va continuer le cours d'ISACL. Alors comme j'ai déjà dit dans les autres vidéos, là, dans les vidéos précédentes, qu'il y a deux types d'ISACL. Il y a alors KINALACL standard ou KINALACL étendu. Alors maintenant, on va voir le syntaxe de ces deux types d'ASL. Alors, pour la ISACL standard, alors le syntaxe il est comme le suivant. Donc, on a l'axis list. On a le numéro de l'axis list. Alors, le numéro de l'axis list, qu'est-ce qu'on a l'axis list standard? Donc, il est entre 1 et 99 et 1300 à 1999. Voilà. On bat quand même les deux actions. On a une action. Alors, là, c'est un choix entre permit ou la deny. Et après, on met l'adresse IP source. Parce qu'on a dit que les ACL standards, le filtrage des ACL standards, il est basé sur les adresses IP, alors sur l'adresse IP standard, sur l'adresse IP source. Voilà. Et après, bien sûr, on met le masque générique. Voilà, le masque générique du réseau source. Voilà. Voilà, donc كان كريو لا سي ال كان نمشيو نابليكيو ديك لا سي ال فواحد لانتيرفاس. الوغ ديك لانتيرفاس الوغ تو دابور ديك فين غادي نابليكيو لي سي ال ستوندار. الوغ لي سي ال ستوندار كان ابليكيو بروش دو لا ديستيناسيون, يعني بروش دو ريزو دو ديستيناسيون. وكان ابليكيوهم في مثلا اذا كان عندنا داك لو روتور اللي هو بري دو ديستيناسيون, عنده بليزيور كيكون عنده بليزيور انترفاس. alors كان ابليكيوها في الانترفاس اللي هو aussi proche de la destination. voilà. وكان عملو لا كوموند IP access group IP access group, وكان عطي لو نيميرو ديال لا سي ال اللي كرييت. من بعد كنعمل يا اما ان يا اما اوت, كنشوف لو باكي ديالي واش خارج من داك لو روتور او لا داخل. دونك اذا كان داخل كنعمل ان, ولا كان خارج كنعمل اوت. فوالا. هنا غادي نشوف, هنا كاين لو سانتاكس ديال لاكسيس ليس. الوغ لاكسيس ليس ايتوندي, دونك غادي اون فا لي فوار ابري ان شاء الله, سي با ماتنون. فوالا, دونك donc placer les ACL, qu'on a bien les ACL standard qu'on aime près ou proche de la destination, ou les ACL étendus qu'on aime proche de la source. Voilà. Maintenant, on va passer aux travaux pratiques. Alors, soit la topologie suivante. Donc, on a la topologie que les déjà redemandé l'IA, alors déjà dit qu'on a redemandé l'IA. وقلنا بغينا نعملو واحد لا سي ال اللي كي بيرمي او ريزو 192.168.0, سا في دير 192.168.1.0 دو كومونيكي افيك لو ريزو 192.168.1.64. دونك عندنا هذه هي لو ريزو, هذه هي لان واحد ديال لان واحد. و فوالا, دونك نشوفوها فاكم سيغ باكيت ترايسر. دونك عندنا هذه هي لان واحد وهذه هي لان جوج. بغينا هاد لو ريزو هذا لان واحد, مي الوغ هنا بلاتي نشوفو شني كيقول ليكزارسيس. الوغ بيرمي او ريزو دو كومونيكي. فوالا لو ريزو واحد زيرو, بغينا هاد لو ريزو لان واحد يتكومونيكا مع لو ريزو لان جوج. ولكن بغينا مثلا هاد الريزو هذا لي زوتر ريزو, سا فودير لان ثلاثة هما هو اللي باقي لي هنايا. دونك لان ثلاثة بغيتو ما يتكومونيكاش مع هاد لو ريزو لان جوج. فوالا. الوغ تو سامبلومون غادي نعملو
غادي نعملو هنا سي ال اللي هي سي ال ستاندر. وبما ان دونك عندنا نمنعو لان واحد باش تكومونيكا باش تكومونيكا مع لان جوج، دونك هذا هو لان، هذا هو لان واحد هي لو ريزو ولا لو ريزو سورس، وهذه سي لو ريزو دي ديستيناسيون. دونك الوغ دونك فين غادي نعملو، فين غادي نابليكيو هاد باش مجوتور غادي نابليكيو هاد لا سي ال، غادي نابليكيوها بخي كنا بروش دو لا ديستيناسيون. الوغ شنو هو لو هنا اللي بروش دو لا ديستيناسيون اللي هو هذا هو نورمالمون ار 3 داكور. دونك هذا هو الروتور اللي هو بروش دو لا ديستيناسيون. الوغ فوالا دونك غادي ندخلوا من هذا الروتور اللي هو بروش دو لا ديستيناسيون، وغادي نعملوا نكتبوا لي كوموند نيسيسير بور كريي اون سي ال. دونك عندنا كونف تي، وغادي نعملو فوالا دونك اكسيس ليست. اكسيس ليست غنعطيو لها السميه، غنعطيو لها النيميرو يعني من يا اما من 1 حتى 99 مثلا، من 1 حتى 99 دونك غنعطيو لها 1 باغ اكزومبل اكسيس ليست 1. من بعد كنعملو بغينا شي لاكسيون، يعني بغينا هاد لو ريزو باغ اكزومبل لو ريزو لان واحد ميس كومونيكاشي مع لو ريزو لان جوج، دونك غادي نعملو بغينا لا بغينا لان واحد يتكومونيكا يعني بيرمي كريو مسائل كي بيرمي او ريزو. دونك غنعملو بيرميت، دونك غنعملو ريزو سورس ولا لادريس ريزو سورس دونك 192 فوالا. دونك عندنا 192.168.1.0.1.0 اسمحوا لي دونك 1.0. الماسك جينيريك اللي عندنا هنا هو 0.0.0.64 دونك 63 و نورمالمون 63 فوالا. دونك دابا حنا كرينا لا سيل ستاندار سميتها واحد، واللي فيها هاد لا سيل ستاندار كتبيرميتي الريزو 192.168.1.0 اللي هي لان واحد باش تكومونيكا مع هاد لو ريزو هذا هو اللي هو لان جوج داكوغ. هنا الوغ قلنا كاينة في ليكزارسيس ولا في لاكيسيون كاينة اي كي بلوك تو زوطخ ترافيك. سا فودير كوا بلوك تو زوطخ ترافيك؟ سا فودير الترافيك اللي ماجي باغ اكزومبل من لان تلاتة، يعني يوقف يوصل هذا الروتور اللي هو روتور تلاتة ويحبس ما يتكومونيكاش مع لو لان جوج. فوالا دونك هذه هي اللي كتعني. الوغ هنا نقدروا نزيدوا الوغ نعملوا اكسيس ليست نفس الاكسيس ليست اللي هي واحد، ونعملوا ديناي. سا فو دير كان ريفوزي تو زوطخ ترافيك. دونك ديناي اني سا فو دير كلشي. الوغ اذا لاحظتوا الوغ هاد لا كوموند كنقدر نعملها كما انني ما نقدرش نعملها. دونك هي نورمالمون الوغ هي كتكون كاينه بار ديفو، يعني ملي كنكري انا نورمالمون اون سي ال كنكري اون سي ال مثلا واحد ولا جوج مهم على حساب. دونك كنكري اون سي ال افيك ان نيميرو اوتوماتيكمون اولا امبليسيتمون عندنا كتكري معاها في الاخر ديك ديناي اني، يعني كتبلوكي تو لي زوطر ترافيك. دونك هادي كاينه بار ديفو. غيرو كان دونك الا بغيت دونك نافيشي لي زاسيل اللي عندي، دونك نعمل شو اكسيس ليست شو اكسيس ليست. الوغ اذا لاحظتوا هنايا دونك هنا ما كايناش داك ديناي اني، ولكن راه كتخدم يعني واخا ما كتشوفوهاش هنايا راه كتقوم بالدور ديالها. فوالا دونك نقدر مثلا دونك الوغ كونف تي الوغ كونف تي نقدر نزيدها باغ اكزومبل نقدر نزيدها كما انني ما نقدرش نزيدها دونك على حساب. دونك اكسيس ليست
access list 1 deny any alors تقدروا تجربوا عفاكم بلا ما تكتبوا هاد لا كوموند هادي اللي هي access list 1 deny any وتجربوا بينغ ما بين هاد لان 3 ولان 2 ما غادي تجربوا بينغ ما دايش alors ça veut dire la connexion ما كايناش ما بين هاد لي دو ريزو دونك deny any alors هنا exit ونعملوا show access list الو كنجبرها هي تسادت ولكن هي نورمالمون كتكون كاينه وخا بلا ما نزيدها نورمالمون فوالا وخا بلا ما نكتبها كتكون بالدور ديالها يعني deny any ديما كتجي امبلي كتكتب امبليسيتمون واخا ما كتشوفهاش انت هنا راه كاينه دونك امبليسيتمون كتكتب في في في, في ملي كنكري اون سائل فوالا alors maintenant on va placer la CL dans le routeur qui est près de destination R3 et on va placer la CL Krina sur l'interface aussi le plus proche de destination voilà alors enable compter on va entrer dans le l'interface giga ethernet 0.0 alors là on va écrire la commande IP access group 1 ça veut dire le nom de la CL qu'on a déjà créé ici qu'est-ce qu'on va mettre on va mettre le choix entre in ou out ça veut dire quoi in ou out ça veut dire واش باكي ديالنا خارج او لا داخل من هذا لو باكي خارج او لا داخل من هذا لو روتر d'accord donc alors اذا لاحظنا هنا alors جيجا ايثرنت 00 كيكون خارج فوالا يعني فوالا دونك باكي ديالنا كيجي من هذا لان واحد كيدوز من روتر واحد وكيدوز على روتر جوج وكيمشي من روتر ثلاثة فوالا ثلاثة هنا فين غادي يتحبس يعني في جيجا ايثرنت 00 دونك خارج فوالا دونك الاوت اوت فوالا وكنعمل اكزيت وغادي نمشي ونجرب بينغ ديالي ولا لا كونيكسيون ديالي واش دايزه ما بين ما بين لان واحد ولان جوج الوغ فوالا الوغ ما بين لان واحد ولان جوج فوالا لا كوموند successful voilà il est successful ça veut dire qu'il y a la connexion avec l'an 1 ou l'an 2 en deuxième chauffe la connexion avec l'an 3 ou l'an 2 alors file très bien donc d'abord nous avons حققنا هذا المراد اللي هو لان واحد قطعناه على لان جوج سافو دير لان واحد ميس كومونيكاسيون مع لان جوج ولكن لي زوطخ ريزو يقدرو يتكومونيكاو مع لان جوج فوالا دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال ليكزارسيس الاولاني داكوغ واخ دابا نشوفو عفاكم حاجات اخرى دونك غادي نعملو عفاكم نوريكم هنا واحد الحاجه اللي هي مهمه الوغ دابا اكسس ليست دونك ملي كنعملو اكزيت الوغ شو اكسس ليست هنا كما كتلاحظوا عندنا اكسس ليست واحد الوغ هنا عندنا اكسس ليست واحد فوالا دونك عندنا هادي سيت اون اكسس ليست اللي هي نيميروتي علاش نيميروتي باسكو عندها نيميرو واحد دابا بغينا عفاكم نمسحو هاد الاكسس ليست الوغ ملي كنبغيو نمسحو هاد الاكسس ليست كنعملو اكسس ليست الوغ كونف تي بعدا الوغ كونف تي
كان عملو no access list 1 اولا كان عمل no access list بغيت نمسح منه واحد ستار بار اكزومبل غير هذا هو deny any دونك no access list deny no access list 1 deny any فوالا دونك انا نورمالمون هنا واش نعمل مسحت غير هاد لالي هذا هو اللي هو ديال ديماي اني وخليت بيرميت طبعا خليت بيرميت دونك نشوفوا عافاكم دابا نرجع هنا ونشوف واش اكسس ليست نعملو شو اكسس ليست اونتري الوغ ما بقاتش الوغ كيما كتلاحظوا هنايا في لي زاكسيس ليست اللي هما نيميروتي اون فوا كتمسح منا واحد السطر كتمسح كامله دونك هذا هو لانكونفينيون ديزون لانكونفينيون ديال لي زاكسيس ليست نيميروتي هنا كيما كنقدروا نعملوا لاكسيس ليست اللي هي نومي كتسمى اكسيس ليست نومي وهاد الاكسس ليست نومي الوغ رجعوا عفاكم الكور ديالنا الوغ اكسس ليست نومي فوالا هي هادي الوغ لي سانتاكس ديالها اي تري سامبل دونك كنعملو اي بي اكسس ليست وكنعملو يا اما ستاندار يعني لو شوا اونتر ستاندار ولا اكستندد سافو دير واش ستاندار ولا ايتوندي اي ابخي كنعملو لو لو نيميرو اولا لو نيم كنعملو لو نيم ديالها يعني لو نيميرو لو نون ديالها نيم ديالها دونك مثلا بغيت نكري واحد اكسس ليست سميتها مثلا تيم سير تيم سير باغ اكزومبل 203 باغ اكزومبل لا تيم سير الوغ اي بي اكسس ليست ستاندار اسباس تيم سير داكوغ دونك غادي نعملو عفاكم هاد لو نكريو هاد لاكسيس ليست اللي هي نومي دابا حيتاش دابا راه ديجا مسحنا لاكسيس ليست اللي هي نيميروتي اللي سميناها واحد دونك غادي نعمل اكسيس ليست الوغ كونف تي كونف تي اكسيس ليست فوالا دونك اكسيس ليست ستاندار ستاندار Non, IP access list. Donc, IP access list standard. Aucun nom. Il y a une normalement. Alors, il y a un nom. Voilà. Donc, un nom. TM SIR. Voilà. TM SIR. Alors, comme vous l'avez dit, le mode de configuration spécifique, il y a un CL. D'abord, on crée maintenant les actions. Il y a un nom de l'octave. شنو اللي عادي اوتوريزي وشنو اللي عادي نغفيزي فوالا دونك هنا شنو بغيت انا اوتوريزي بغيت اوتوريزي الوغ بيرميت الوغ بيرميت ريزو 192 بوان 168 بوان 1.0 يعني ريزو واحد يتكومونيكا مع مع لان جوج دونك الوغ بعدا نعملو لو ماسك جينيريك الوغ 0.0.0.63 اونتري وكنعمل ديناي اني هادي بحال اللي قلنا الوغ هنا كنعملو ديناي اني وكنعمل اكزيت exit show access list الوغ كيما كتلاحظوا هنايا راه كرينا واحد الاكسس ليست اللي هي نومي سميتها تيم سير و بيرميت فيها بيرميتيت فيها ريزو تكون ريزو 192 لان واحد اللي هي لان واحد 192.168.0 باش تكومونيكا مع هاد لان جوج و ديناي اني سا فو دير ريفوزي تو زوتر ترافيك دونك غادي نمشيو دابا نابليكيو هاد هاد لو ريزو ديالنا في لانترفاس دونك هنا الوغ كونف تي
connecter à leur interface giga ethernet giga 00. Alors on a un IP access group, IP access group. هنا كرينا لا سي ان نوم اذا ما عندنا مش هنا لي نيميرو دونك شنو غادي نعملو غادي نعملو تي ان سير يعني السميه ديك لي سي ان اللي كريناها دونك ان ولا اوت دونك بحال اللي قلنا مره اخرى اوت ونعملو اونتري ها هي دابا مكونفيغوريا الوغ دابا نمشيو نتيستيو لو بينغ ديالنا الوغ سوبريميتو الوغ هنا عندنا ما بين هذا الريزو هذا ما بين لان واحد و لان جوج الوغ الي ساكسيسفول ما بين لان ثلاثة و هادي الي فايلد دونك مزيانة راهي خدامة تخي بيان فوالا دونك دابا غادي ندوزو عفاكم غادي ندوزو لان اوتر سيناريو ولا ان اوتر اكزرسيس اللي كيقولنا عفاكم كريي اون سيل كي بيرمي سولمون او بي سي 1 دو ريزو 192.168.0 يعني لان واحد دو سو كونيكتي افيك لو ريزو 192.168.64 اللي هي لان جوج اي اوتوريز لي زوتر ريزو دو سو كونيكتي افيك لو ريزو 192.168.64 الوغ كيفاش غادي نعملوها الوغ شوفوا معايا هنايا دونك هنا شنو كيقول لك يقول لك اسيدي بي سي واحد بوحديته اللي يقدر يتكونيكتا او لا يتكونيكا مع هاد لو ريزو لان جوج بوحدو هنايا يعني مازال شحال عندنا ديال لي بي سي هنايا عندنا بي سي واحد وعندنا بي سي زيرو دونك بي سي زيرو ما يتكونيكاش مع لو ريزو لان جوج ولكن بي سي واحد يتكونيكا يعني بي سي واحد بوحدو اللي في هاد الريزو لان جوج يقدر يتكونيكا مع لان جوج وشنو اخر كيقولنا كيقول لك اسيدي اي اوتوريز لي زوتر ريزو دو سو كونيكتي افيك لو ريزو 192.168.164 يعني هاد لو ريزو لي زوتر ريزو عندهم الحق حتى هما يتكونيكتاو مع لو ريزو لان جوج صافي دونك عندنا هنا بي سي واحد بوحديته هو اللي يتكونيكا مع لان جوج وهنا عندنا لي زوتر ريزو يعني لان ثلاثة حتى هي تكومونيكا مع لان جوج الوغ كيفاش غادي نعملوا هاد العملية هادي دونك ديما غادي نعملوها سيتين اس ال اللي هي ستاندار سافي دير علاش حيت هي بازي سور سور لادريس اي بي سورس دونك غادي نجيو هنا الروتور ديالنا هنايا وغادي نكرييو الوغ اكزيت فوالا دونك غادي نمسحوها فيكم لا سي القديمه اللي كانت عندنا دونك نو الوغ هنا كيما الوغ بعدا نشوفوا بعدا لي زاسي اللي عندنا الوغ اكزيت شو اكسيس ليست الوغ كيما كتلاحظوا هنايا عندنا الاكسيس ليست سميتها تي ام سير الوغ هنا بغيت نوريكم واحد الحاجه اللي هي لافونتاج ديال لي زاسي ال نومي بارابور او زاسي ال نيميروتي اللي هي انني نقدر نمسح غير سطر واحد واخا كنمسح مثلا سطر واحد مثلا انا سيبوزو عندي هنايا بزاف مثلا ديال بيرميس ديال ناي بيرميس 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 باغ اكزومبل وبغيت نمسح مثلا غير واحد سطر يعني غير شي بيرميت ولا مثلا شي ديناي الوغ كنمسحها وكتبقى لي لاسيل ديالي مثلا تيم سير كتبقى كاينه موجوده احنا نجربوها دابا عفاكم الوغ نمشيو دابا للروتور ديالنا الوغ هو هذا الوغ عندنا شو اكسيس ليست شو اكسيس ليست الوغ كما كتلاحظوا عندنا هنايا بيرميت عندنا مثلا عندنا الاكسيس ليست اللي سميتها تي ام سير وفيها بيرميت فيها جوج سطور فيها بيرميت وفيها ديناي نزيدوها فيكم واحد سطر ثالث ونمسحوه فوالا داكوغ دونك عندنا كونف تي الوغ اي بي اكسيس ليست ستاندار اللي سميتها تي ام سير فوالا وغادي نزيدو فيها مثلا ديناي ريزو باغ اكزومبل 192.168.168
0.0 par exemple, le point 1 point 0 d'ailleurs déjà revu ça fait donc 1 0 masque générique même 0.0.0 point la Celestine par exemple, juste un exemple Celestine, voilà on aime le exit, on aime le exit, voilà on a dit même le show axis list. فوالا عندنا هنا ثلاثه ديال السطور عندنا بيرميت وعندنا ديناي وعندنا ديناي. بغينا نمسحوا مثلا هاد ديناي الاخرانيه مثلا بغينا نمسحوا هاد ستار في هاد لاسي اللي هي تيمسير. دونك شنو غادي نعمل؟ انا من الكونف تي غادي نمشي اي بي اكسس ليست ستاندر اللي هي تيمسير. الوغ هنا غادي نعمل نو ديناي 192.168.1.0 espace ou adin amlo 0.0.0.3. à la entrée. Alors là qu'on a mis exit exit show show axis list. الوغ فوالا كنلاحظو داك ديماي الاخرانية ستار تالت مشا فوالا مبقاش كاينة الوغ هو تمسح بلا ما تمسح لي لاكسيس ليست ديالي اللي هي تي ام سير. دونك هدا سيت ان افونتاج بالنسبة لزاكسيس ليست اللي هما نومي فوالا. الوغ مثلا دابا إدا طلب منك في امتحان تعمل اون اسيل الوغ قالك خي اون اسيل وما حددلكش واش اون اسيل ستوندار ولا اسيل ايتوندي تي نعملو اسيل اسيل ما حددلكش شمن اسيل واش اسيل نومي ولا اسيل نيميروتي تي نخدم اسيل نومي حسن باش تاولا بغيتي تمسح شي ستار ولا شي حاجة كتقدر تمسحو. فوالا دابا غندوزو عفاكم لوطخ ان اوتخ اكزارسيس ولا ان اوتخ سيناريو اللي هو كريي اون اسيل كي بيرمي سولمون بي سي ان دو ريزو دو 192.168.0 دو سو كونيكتي افيك لو ريزو 192.168.64 اي اوتوريز لي زوتر ريزو دو سو كونيكتي افيك لو ريزو 192.168.64. يعني هنايا شنو غادي نعملو عفاكم؟ غنجيو لهاد الريزو هادي نورمالمون غادي نمشيو لبي سي واحد بوحدو اللي غادي نوتوريزيو لاكسي اولا نخليوها تكومونيكا مع لان جوج. يعني في هاد لان واحد بي سي واحد بوحدو اللي غادي تكومونيكا مع لان جوج وهاد لان ثلاثة حتى هي هادي كاملة يعني الريزو كامل غادي تكومونيكا مع مع لو مع لو لان ثلاثة و لي زوطخ لان فوالا لان ثلاثة و لي زوطخ لان غادي تكومونيكاو مع مع لان جوج فوالا. الوغ كيفاش غادي نعملو هاد العملية؟ دونك غادي نجيو عفاكم الروتور ديالنا اللي هو اللي غيكون هو لو هو لو بخوش هو لو بلي بخوش دو دو ديستيناسيون وغادي نعملو الوغ كونف تي فوالا. اول حاجة بعدا غادي نمسحو لاسائل ديالنا اللي عندنا قديمة. دونك عندنا نعملو نو اي بي اكسس ليست ستاندر تيمسير فوالا. دونك اكزيت شو اكسس ليست هون دابا ما عندنا مع ان يا بلو بلو دو دي اسيل يعني ما عندنا حتى شي اكسس ليست اللي عندنا موجوده. دونك غادي نكريو وحده لو كونف تي وغادي نكريو هذا حتى هي نومي. دونك غادي نكريو من اسيل اللي هي نومي دونك اي بي اكسس ليست ستاندر ونسميوها مثلا نسميوها مثلا تيك داكوغ. الوغ هنا شنو قلنا؟ قلنا غادي غادي بيرميتي لا كونيكتيفيتي ما بين بي سي واحد ولا ولا جوج. دونك غادي نعمل بيرميت بيرميت الوغ بيرميت الوغ بيرميت يا اما كنعمل 100
كنعمل لادريس اي بي ديال بي سي واحد اللي هي 192.168. شحال عندي لادريس ديالو هو الوغ نرجعو لهنا الوغ هنا بي سي واحد شحال فيه فيه 1.3 فوالا فوالا دونك دونك 1.3 ونعمل 0.0.0.0 كاينه دونك الطريقه هذه اولا كنمسح 0.0.0 وكنجي لهنايا وكنعمل هوست بيرميت هوست يعني لا ماشين هوست بيرميت هوست 192.168.1.3 فوالا الوغ هنا بيرميت مكتوبه خطا دونك بيرميت على 192.168.1.3 ونعمل لهنا يا هوست فوالا ومن بعد غادي نرفيزي كاع لي بي سي ديال لي زوطخ بي سي من غير بي سي واحد ديال لانجو ديال لان واحد يتكومونيكا مع لان جوج دونك ديناي 192.168.1.0 شحال ماسك جينيريك عنده تما هو 0.0.0.63 هذا غادي يترفيزا يعني كاع لي زوطخ كاع لي كومبوزون ديال الريزو ديال لان واحد من غير بي سي واحد يترفيزا فوالا فوالا دونك هنا من بعد شنو غادي نعمل غادي نعمل بيرميت اني يعني بيرميت اني سافي دير بيرميت اني سافي دير اوتوريزي لي زوطخ ريزو فوالا دونك غادي نعمل اكزيت وغادي نعمل اكزيت وغادي نعمل شو اكسس ليست فوالا لاحظوا عفاكم معايا شنو معنى المصدر الاولاني هو بيرميت يعني كان بيرميتي شوفوا معايا مزيان هنايا الوغ كان بيرميتي الهوست هذا بي سي واحد اللي عنده لادريس 192.168.1.3 باش يتكومونيكا مع هاد لو ريزو لان جوج فستار ثاني عندي كان ديناي لي زوطخ يعني الريزو الريزو كامل من بعد كنعمل بيرميت اني يعني بيرميت اني سافو دير كان اوتوريزي لي زوطخ ريزو فوالا دابا حنايا الترتيب مهم عفاكم مهم جدا علاش حيتاش دابا مثلا اذا طلعت هادي ما هي الاولانيه وهبط بيرميت ثانيه شوفوا معايا مزيان اذا طلعت ديناي فوقي وهبط بيرميت هنا تحت يعني السطر الاولاني غادي يكون عندي هو ديناي 192.168.1.0.0.0.63 الوغ شنو كيجي يعمل هو الروتور شنو كيعمل كيجي كيجبر ديناي هي الاولانيه فوالا دونك كيشوف مثلا واخا ما جاي من هاد بي سي واحد مثلا باكي ما جاي من هاد بي سي واحد عادي يرفيزها علاش حيتاش انا عندي ديناي الريزو كامل هنايا الريزو 1.0 كامل بما ان 1.3 كينتمي من 1.0 كينتمي من هذا الريزو هذا لادريس ريزو هذه دونك راه داخل في هاد ديناي دونك ما غادي يخليهش يدوز فوالا وعاد غادي يجي الثانيه عاد يجبر بيرميت واخا هذاك ما غادي يدو ما غادي يدوزوش فوالا لي زوط ريزو غيدوزو طبعا حيت جات هي الثالثه دونك غادي يدوزو ولكن اذا عملنا هاد الترتيب هذا كما هو كما كتشوفوا هنايا دونك شنو غادي يوقع كيجي كيجبر مثلا الروتر هنايا شنو غادي يجبر غادي يجبر بان بي سي واحد مثلا باكي وصل له وصل هنايا باكي جا هنا داز هنا وجا هنا ياك من بعد شنو كيعمل يوقع فلتراج هنايا دونك الروتر عادي يشوف يمشي للسطر الاولاني اول حاجه كيمشي للسطر الاولاني شنو كيشوف داك لادريس دو ديستيناسيون هي لادريس سورس كيف قلنا كيمشي يشوف لادريس سورس فوالا دونك لادريس سورس كيجبر هي 1.3 جبر هي 1.3 شنو عندها بيرميت دونك عاد دوز تفهمنا دونك عادي دوز عادي تكومونيكا عيدوز السطر الثاني مثلا شي حاجه ما جا من هاد بي سي 0 يعني شي باكي ما جا من هاد بي سي 0 دونك هو ماشي من بي سي 0 وصل لهنايا وصل لهنايا شنو عادي يعمل
عادي جبار عادي اول الروتر يمشي للستار الاولاني طبعا ديما كيمشي للستار الاولاني كيمشي كيجبر مثلا لادريس ريزو مثلا ديال بي سي لادريس اي بي ديال بي سي 0 هو مثلا 112 عنده 192.168.1.2 دونك شنو كيعمل كيجبر مثلا هذا لادريس 112 لا ماشي 112 دونك اذا هذا ما دخلش اذا ما دخلش هنايا في هذا في السطر هذا دونك غادي يدوز السطر الثاني شنو 112 دونك دخل في هذا الريزو هذا ياك دخل في هذا الريزو هذا دونك غادي ديما هي فهمتوا فوالا دونك هذا كيفاش كتخدم كيخدموا لي زاسيل دونك الترتيب عفاكم مهم جدا في في في, في لي زاسيل دونك خصكم تردوا بالكم في الترتيب ومن بعد عندنا بيرميسين غادي نمشيو نجربوها عفاكم هنايا في الروتر دونك غادي نمشيو بعدا نابليكيو هاد لا سيل هنا في في في, في, في جيجا ايترنت 00 دونك انترفاس الكونف تي بعدا Confté, interface Giga Ethernet 0 0 0 0 0 ياك دونك من بعد عندنا IP Access Group كنعمل النيميرو ديال ماشي نيميرو نورمالمون الاسم هنايا ديال نتيك فاين في الاوت ياك ديما في الاوت فوالا دونك وكنعمل اكزيت نمشيو نجربو عفاكم دونك عندنا هنا غادي نجربو بينغ ما بين الوغ ما بين بي سي واحد وبي سي والريزو لانجوج الوغ ساكسيسفول دونك مزيانه نجربو ما بين بي سي 0 و لانجوج الوغ ما بين بي سي 0 و لانجوج فايل تري بيان دونك دابا ها هو شي دا بي سي 1 هو اللي كيدوز هنا وحده و بي سي 0 ما كيدوش و الا كانوا عندنا شي بي سي اخرين مثلا بي سي 2 و بي سي 3 و بي سي 4 و عندنا بينغ خصهم ما يدوزوش فايل حيتاش غفوزينا الريزو غفوزينا الريزو كامل علاش حيتاش عندنا حيتاش عملنا هنايا هي عندنا دي ماي ريزو لوتر ريزو كامل من غير هذا هو لادريس اي بي هادي اللي هو بي سي واحد فوالا لوتر ريزو نجربو لوتر ريزو اللي هو لان ثلاثة دونك بينغ بين لان ثلاثة و لان جوج فايلات نعاودوها ساكسيسفول تخي بيان دونك هي هادي خدامة حتى هي هاد بيرميت اني ها هي خدامه فوالا فوالا دونك نوقفو هنايا هفاكم لو كور لي با انكور تيرميني ونزيدو نكملو هفاكم في لي زوتر فيديو